حقيقة المعجزة الاقتصادية الأمريكية في عهد الرئيس ترامب. الرئيس ترامب بدأ بشعبية ضعيفة، لكن في يوليو 2018 كان في استطلاع رأي شعبيته زادت جدا، أكتر فترة فيها شعبية للرئيس ترامب. ده بيتوازي مع إنجازات اقتصادية واضحة. الملف الاقتصادي مهم جدا جدا في حكم الأمريكان على الرئيس. فبعد ما كان معدل النمو لمدة طويلة 2% 2.2%، الرئيس ترامب قال هيوصل 3% وأكتر، طلع إنه الفصل الثاني وصل إلى 4.1%. فالرئيس ترامب قال إن في معجزة اقتصادية بدأ تحقيقها في أمريكا. نيويورك تايمز بتقول إن ده أكتر أداء اقتصادي قوي منذ 10 سنوات. معدل البطالة اللي كان مرتفع يصل إلى 10% نزل إلى 4%. الصناعة اللي كانت متراجعة انتعشت، وبعض المصانع ما عملتش وظائف جديدة من 20 سنة، وظفت ناس السنتين اللي فاتوا لأول مرة من 20 سنة. فالصناعات رجعت بقوة، الوظائف نمت بقوة، البطالة من 10% ل4%، معدل النمو من 2.2% إلى 4.1%، وفي كلام إنه هيستمر معدل النمو في ازدياد. الرئيس ترامب بيصف ده إنه معجزة، وإن ده اللي عمله شعبية حقيقية في أمريكا. لكن الطرف الآخر بيقول ده مش صحيح، وده انتعاش مؤقت، ودي مش معجزة اقتصادية، وإن بعد شوية هنلاقي إن ده لأسباب طارئة لن تتكرر، وبعد كده النظام الاقتصادي الأمريكي هيدخل في أزمة. إذن رغم إنه الديمقراطيين بيقولوا انتعاش مؤقت وأزمة اقتصادية قادمة، الرئيس ترامب بيتكلم عن معجزة اقتصادية راهنة.